دي شويه حاضر. مرحبا بكم مشاهدي ومتابعين قناة شوف تيفي، قناة الشعب، قناة المظلومين. بطبيعة الحال اليوم كنتواجدوا أمام قصر العدالة بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديد. كما كتشوفوا معنا فاطمة. فاطمة يعني المرأة المغربية الحرة، يعني اللي كتبيع يعني الملابس بسوق الأسبوعي، سوق الحمراء، اللي تعرضت لاعتداء من طرف أصحاب يعني بلطجيات الأسواق كما غنقولوا لهم حنايا، يعني تعرضت للضرب والجرح والسب والشتم من طرف هاد الاشخاص هادو اللي غادي نعرفوهم يعني حنا ونعرفوا القصه ديالها معاهم. كما كتقول وكتدعي بانها يعني تابعين هاد الناس يعني طول حياتها، يعني خدمات في بزاف البلايص ولكن كيحيدوها منه. كل مره كتمشي تخدم في بلاصه كيجيو لها تمايا. يعني اليوم غادي نحاولوا ان نعرفوا شكون هما هاد الناس، شكون هما، ونتعرفوا عليهم وتقول لنا هي شنو الاسباب او المشاكل، واش هادشي داخلين في هاد التصفيات حسابات من طرف حسابات قديمه او جديده، باش نعرفوا يعني شنو هو المشكل، شنو هو المشكل طاري لها. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فاطمه، باش نبداو من الاول، كنا حضرنا مؤخرا الاعتداء ديالك من طرف اصحاب بلطجيات السوق الحمراء اللي كنا يعني مشينا تما وساندنا تما هذا الامر هذا. يعني شنو وقع لك من بعد؟ وصلوك تهديدات؟ وصلوك ميساجات؟ قلتي لنا انهم كيهدوك فيهم باش ما تبقايش تبيع. ميساجات، كاين تهديدات خايبين ديال الذبيحه، كيفاش كيذبحوا منادم يعني من طرف من ما عارفهاش. كاين اوديوات، كاين صور خايبين، انا ما عرفتش مين. انا طالبه غير سلحه حموشي يفتح لي تحقيق، لان كنت في الكوليج بندريس حاربوني وصيبطوني الحبس، ساهموني وردوا لي الزلقه بالمجان وطردوني ودوا لي كروستي، وعندي ورقه ديال القيد اللي كتبت ديال المقاطعه بان كروستي في داك ديال الحي الصناعي ديال المحزوز ما لقيتهاش، ولا كروسه رجعت الى 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 انا بقيت خدمت تمايا. والاخرين اللي هما واحد اخر توا كيدير غارديان باقي في نفس البلاصه، هذاك على الطايب رقاك ديالهم كريت بندريس، حتى هما دار شيكاي البشويه ما حركاش، دار شيكاي العمانه ما حركاش، ما تيحركوش شيكايتي نهائيا، لان لا ملي تبت انني مواطنه مغربيه وانا كنعترف براسي وكنحمل المسؤوليه البشويه، طالبه ان كيما حيد كروستي يحيد الباقي، راه كلشي باقي بوحدي انا اللي طبق عليا. كتسمع عندك مشاكل بزاف مع الناس، يعني المسؤولين والناس، يعني اللي يعني بزاف الناس، يعني حتى المواطنين، يعني انت علاش بالضبط انت اللي عندك مشكل مع هاد الناس؟ يعني اللي تابعني طارق عليا سياسه، هذه سياسه مبقى السياسه ولات سياسه كبيره، بعد كيطلقوا عليا اشخاص ما معروفينش، واحد جاي من الدار البيضاء بيني وبين الخير والاحسان، تعرضت للمشكل توا معاه، مشيت للحمراء كما كتشوفي الحاله ديالي، انا عندي بلاصه كنترزق فيها الله، جاوني اشخاص باغي واحد كيهاجمني باغي يدخل صحه، باغي هذيك على سياسه، هما باغيني انا الجامع ديال العماله توا وكاك زلق الصافي، جامع يعني زلق الصافي باش الملقب بالجامع العماله توا حاربوني فيه، انا محرومه من الجامع ميكو كما تشوفي هاد الضرب، متعرضه للعنف، انا طالبه على تحقيق، انا ما غنتهم حتى واحد. محاوله القتل اللي تعرضتي لها؟ تعرضت لمحاوله القتل، تعرضت لعنف كبير، انا باغيين يقتلوني هاد الناس، انا اللي باغي فيا الخدمه باغيين يتعدوا عليا، باغيين يسيبطوني الروضه للقبر باش يتهناو مني، انا ما عارفش شكون بالضبط، انا طالبه سلحه حموشي يفتح لي تحقيق ونطلب من سيدي وكيل الملك يكمل الله ما يشطاره كما رد هاد مديد البناء على استماع المشتكيه عن المشتكى به باش ناكد شكون فيهم الاشخاص اللي معان فيني،
ومشيت عند الجدارميه تيقول لك راه كي باصمه على التنازل. قلت لي انا ما منازلاش، انا باصمه على كلامي باش ناكد علمو اش تكابي شكون. يعني كما حنا وكنهضروا فاطمه، واش هادشي ما كتشوفيش سياسه او تصفيات حسابات من شي مشاكل اللي طراو لك شحال هذه؟ قدام طبعا من 2013 كان عندي مشكل مع بوليسي، عندي معاه ملف، وكان كان على الاعتقال وسمحت ليه والتزم ليا. ميلف باقي عندي، باقي الان عندي. وهادشي حنا ما عارفين شكون، كاين البوليسي، كاين وحده اللي كدير باركين، كاين المسؤول الامني اللي هو عاطي امر شخصي للبوليس. هادشي قضيه طرد طرد من العمالي، هذاك الشيء من تحتيه، يعني البناء على الحساب الاول وكيديروا فيها كاينين. انا ما غنتهم لا مسؤول امني الا اللي كدير باركين، انا ولا كاين صحابي تو دار بالعامين، كاينين كاين مانين الدار، كاين ناس، انا ما غنتهم حتى حد. سمح لي باش نسولك، يعني قلت لي بانه يعني كانوا شحال هذه كانوا يعني عندك قضايا مع رجال الامن، عندك قضايا يعني مع واحد ديال الباركينغ، عندك قضايا مع الناس ديال الحمراء، قلت لي هادشي كان شحال هذه، وكان يعني عندك حتى مشكل يعني كما قلتي حتى صحافي حتى هو دار الحبس. واش المشاكل كامل طراو لك فاطمه رغم ذلك انها باقي صابره وباغاك تقاتلي؟ باقي صابره وكنت قاتل، ويعني انا واقفه من خدمتي، انا واقفه ما دخلت حتى شي درهم. بلاصتي تاع الحمراء تيتحاربت منها، بلاصتي تاع الجامعه تحاربت منها، نهار الجمعه تلقى كلشي خدام، وانا بوحدي كيعطيني مسؤول امني امر طردي من عمالي. الهولي جوني انا ديريكت، واللي ما تبقى في محيط واحد كنت واجدو فيه 11 واحد، انا كملت 11، علاش انا كنطرد من عمالي واللي ما تبقى كلشي باقي؟ فين فين واد الحق؟ فين واد المسؤول؟ هذا مسؤول امني كبير في البلاد، حطوا الملك تايق مي كيحارب مرا، وسير حارب اسيدي الفساد، حارب الكريساج، حارب الكرو اللي كيدخل ديال الفاني ديال الحشيش، دور في حي الصناعي، دور في الغضبان، دور انا عندك مسؤوليه، المسؤوليه عندك كبيره، ماشي تقابل مرا كتحاربها من عماله، راه عايش الملك، حنا عندنا ملك نطيقين به. هذا المسؤول الامني كنقول لي احسن لك بعد عليا، تبقى مع مرا تعرضت مجموع تهديدات. لا انا من نهار طحت معاه في مشكل. هادشي فاطمه اسمعني اسمعني، هادشي تعرضتي ليه انت، هادشي تعرضتي عليه انت شحال هذا؟ حنا كنشوفوا مشكلك دابا هو ديال هاد السيد اللي معاك دابا في الحمراء. عارف، ولكن هاد المسؤول الامني انا من نهار تعرضت للمشكل ديال انا معاه، يعني الصراعات. تعرضتي مع مسؤول امني؟ تعرضتي مع مسؤول امني؟ هادشي كثر. اسمع اسمع، ماشي تعرضتي مع مسؤول امني، تعرضتي مع مسؤول امني، تعرضتي مع صحافي، تعرضتي يعني مع بزاف الناس. واش بالضبط هاد المسؤول الامني هو اللي دار لك هادشي، او شي بلايص اخرين جاتك منها تصفيات حسابات؟ هاد الناس هاد الناس ديال الدار البيضاء برانيين، يعني بين بين الخير والاحسان وبين بين مع الله، ودايره فيهم غير انا يرضي الله، حتى شي حاجه خايبه ما عندهم، حتى ولاو واصلين معايا شي حاجه خايبه. يعني هاد الناس اللي باغي فيا الخدمه تابعني، تابعني انا واقفه من خدمتي. هاد الضرب، هاد الاعتداء، هاد التهديد، صور خايبين، تريكاج مع صورتي خايبين، يعني شلبت كنخرج بلايف هكا تيعيطوا عليا ناس عاديين، انا حقوقيين، حتى كنتفاجئ بناس كنحس بهم ما هواش، بعد كنحس بهم ما هواش، كيصيفطي لا كارت، صيفطي كذا، صيفطي كذا، كيديروا لي تريكاج. هاجموك حتى اصحاب الفيسبوك. بزاف صحاب بالطاجيكي، بزاف صحاب فيسبوكيين، بزاف يكتبوا ضدي. انا مظلومه، تعرضت للظلم بزاف، انا طالبه غير تحقيق، طالبه سي الحموش يفتح لي تحقيق، لان تعرضت له على التهديد، لان لا تنتظر. بزاف واحد سارق من حدا الجامع ديال العماله، خرج راه ما يشطرطو تحفظات، شاكي بي كيهددني قدام البوليس يقول ما الحال تقطع على راسها، راه ما يشطرطو عطاو فيها البراءه، ملف خرتو عطوني فيه البراءه. انا رسالتك الناس ديال القضاء. انا كنوجه رسالتي للقضاء ان ينصحوني الا عندي شي حاجه ناخذها. انا كل واحد كيتحمل مسؤوليته، انا ما كنوجهته حتى شي واحد، هذاك حقي. انا حاليا باغي ندير محامي، وباغي نطلب من الملفات يتحالوا لي من جديد، ويتحالوا على هيئه الدار البيضاء بسبب الخرق وبسبب الاحكام ليس عدليه. انا مواطنه مغربيه كنطالب حقي. واش تحرمت من خدمتي من كوديت من دريس؟ صيفطوني بربع شهور متسوله كنطلب. انا حاشا واش كنطلب؟ يشهدوا عليا المغاربه كامل واش انا كنطلب؟ غير المنطقه ديال جديده واش انا كنطلب؟ انا ماشي متسوله، كنخدم بدراعي، ودير لي متسوله وضربوني بربع شهور اقصى عقوبه دوزتها، وجيت لحدا الجامع ديال العماله ولا قالوا لي تاني مع بوش، داروا لي اهانه موظف وصيفطوني للحبس. عطيمه هادشي كامل قلتيه في اللايفات اللي سبق لينا وانا اللي درناهم معاك، يعني شنو رسالتك الاخيره للناس ديال القضاء ورسالتك للناس المسؤولين باختصار؟ انا كنوجه رسالتي مجموع المسؤولين هنا في جديده، ينصفوني ويعطوني حقي، ينصفوني ويعطوني حقي، وكنطلب من السي الحموش يفتح لي تحقيق. انا ماشي خرجت بالتصريح وما جي جوج، وهذا الشيء راه من 2013 وانا كنعاني، وراكم انتم عشتوه معايا كصحافه. واش في الكوديه تحرمت؟ واش في الجامع تحرمت؟ نهار الجمعه تلقى كلشي خدام، وانا بوحدي محرومه من خدمتي. كيجيو البوليس يقول لي حيدي من هنا، يعطوني 10 10 حيد. بوليسي هو بوليسي، ما عنده علاقه، ما هو قيد، ما هو اختصاص، ما هو سلطه محليه، بوليسي تيقول لي تحيدي من هنا.
وزنقه وحده راه دايره ليا بالمجان، قانون بالمجان راه جديده كامله خاصها تكون عليه، بحال سيدي بوزيد، انا ربط القانون عارف القانون. ديجا عرفنا رسالتك الاخيره الناس ديال القضاء فاطمه. انا كنوجه رسالتي للقضاء، لا انا ما نصفونيش، ماشي القضاء كاملين، بعد القضاء. القضاء شحال فيه من قضاء؟ يعني كاين قضاء واحد. القضاء واحد ولكن على حسب الهيئه، كل هيئه والميلفيديز عدة. كاينه هيئه جديده. هيئه جديده ولكن بعد القضاء. بعد القضاء. ميلفيديز في استئناف ايدوا البراءه ديالهم. هما البراءة ليس في حق المتهم، كذلك السيد اللي هو حيد من سارقني المعترف قدام البوليس يقول لما الحال تقطع على راسه البوليس. انت باغا انت الطلب ديالك هو تحقيق العدالة في انا طالبة تحقيق، طالبة من السيد الحمد يفتح لي تحقيق، طالبة من صوتي يوصل سيدنا، طالبة بعد الناس اللي انا هذا اللايف هذا يتبارطاجا يتبارطاجا حتى يوصل حقي، تعرضت لعاد العنف كحل في الحمر بزاف، انا وقفت انا خويا واقف انا دابا شهر واقفة ما دخلش عليا درهم. درهم ما دخلش عليا، واش انا مرة فن مشيت بسد مشيت شفر مشيت كريسي وقفوني، كاش من يوقفوا على عماله؟ سير وقفوا الفساد، وقفوا الكريساج، وقفوا الاجرام. شوفي هاد الشيء حنايا ما حنا هاد الشيء ما كندخلوش في هذيك يعني حنا كنحترموا رجال الامن ورجال الامر راه دايرين الخدمه ديالهم، انت يعني المطلب ديالك الوحيد هو ان تحقيق العداله في الملف ديالك فلا غير. طالبه طالبه تعيد، ما بان لي والو، طالبه تعيد، دابا ما رجعت على الدار الملك. البناء على استماع لي ونأكد على المشتكي على المشتكبين، الأشخاص شكون كما صدر الأمر من سيد الملك عطى أمر استماع المشتكي على المشتكبين، رد الميسطارة، بعد سيد الملك رد الميسطارة، يعني الميسطارة ما هياش، سيد الملك دار خدمته وردها، وحنا كنسالوا الدار الملك اش غادي يدير؟ إن شاء الله، يعني مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة شوف تيفي كما سمعتوا هذه القضية ديال فاطمة اللي كان تم يعني الحكم عليه بهذا 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 المجرمين اللي تعرضات من طرفهم للسب والقذف والشتم والتهديد بالاسلحه البيضاء والتهديد واصدار خطر على الحياه ديالها. بذلك مشاهدين ومتابعين شوف تيفي نتلاقاو معكم في بث مباشر اخر في امن الله، الى اللقاء.